ضجة يثيرها إخوان تونس حول توقيف نور الدين البحيري في الوقت الذي يتجاهلون فيه فتح البلد عمداً خشية من انفجار ذاك الصندوق الأسود. ملفات حارقة تلاحق البلد في وزارة الداخلية تتعلق بارتباطه بالإرهاب وإنشاء خلايا أمنية موازية تنفذ أجندات حركة النهضة وتحركاتها المريبة طيلة العقد الماضي. هذا التكتم يهدف إلى منع الاهتمام بشخصية الرجل ومهامه القذرة ولمنع عودة الجدل من جديد حول التهم الموجهة للإخوان باختراق المؤسسة الأمنية. سياسة الكيل بمكيالين لم تغب عن إخوان تونس منذ ظهورهم الأول، لكن ربما يفجر تلك المرة صندوقاً أسود ينذر بظلمة تلحق بإخوان تونس إلى الأبد.